فالرائد المكتوم الواثق 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 والذهبي الواثق والذهبي مع الصدارة الكيلومتر الأخير الأجواء المجنونة الغلاف الجوي دخلنا هذا الكيلو الشحانية الله 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 هنا هجن الشحانية تأتي مع الوجبة والذهبي ما زال ولكن مزايا تحركت مزايا جولة الأوامر النهائية هجن العاصفة هجن العاصفة غيرت الصدارة غيرت المركز الأول هناك الواثق انطلق الواثق في الأمتار الأخيرة 600 متر الأخيرة تحركت هناك مشاهدين الأعزاء مزايا 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 من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن قدير الكتبي إذا هذه هي مزايا ولكن هناك الوجبة والقادمة جمانة من هجن الرياسة ولكن ما شاء الله تبارك الله تهانينا تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز والتهنئة لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم على هذا الفوز ومشكور يا الواثق مشكور يا الواثق على هذا الأداء الرائع والجميل ولحظات الوصول مزايا إذن هي من تدشن الأشواط المفتوحة تهانينا والناموس وسلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه هي مزايا لحظات الوصول مع خط النهاية معلن هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت الوجبة من هجن شحانية ثالثا مزايا من هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة المركز الرابع وصلت هناك الحدرة من هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة المركز الخامس هوايل من هجن الشحانية إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام تهانينا والناموس لهجن العاصفة تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الفوز والانتصار هنا لحظات الإعادة بالملخص من هذا الشوط ولحظات التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام هنا بالإعادة حيث قطعت مزايا من هجن العاصفة أيضا التهنئة موصولة للواثق هنا التوقيت 7:26 46 جزءا من الثانية تهانينا والناموس لهجن العاصفة والتهنئة للواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي الوجبة من الحلة الثانية من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فران المري حيث قطعت مسافة السباق في 7:31 42 جزءا من الثانية تهانينا والناموس جمانة من حلة ثالثة من هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة 7:32 30 جزءا من الثانية تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والتهنئة للظافر علي بن ميل الوهيبي